في مجاملة في الدين أبدا. ندعوك إلى الكتاب والسنة، لأن إحنا نازلين انتخابات ولا دارين نحكم البلد دي بعد 20 سنة ولا بعد 20 ثانية، والله ما دارينا، والله ندونا الحكومة الآن، والله ما دارينا أبدا. دارينا الناس توحد ربنا، الناس تعرف التوحيد، تعرف حق الله على العبيد، ما تمشي لقبة، ما تعبد ولي، ما تعبد شيخ، ما تحلب بسيدك، ما تحلب بغير الله، انت كلامي، ما تتوكل على غيره. تدارين ما دارين منكم أي حاجة، ولا تتنظم معانا، ولا نسجلك معانا، ولا تحضر معانا المجتمع الأول، المؤتمر الأول للمؤتمر الشعبي، ولا المؤتمر الثاني لجماعة أنصار السنة جحن المركز أو جناح الإصلاح، ولا المؤتمر الرابع للحزب الاتحادي الأصل أو التقليد. دايرين إنك تتابع الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نتمنى يدونا فرصة في التلفزيون ده ولا الراديو ولا أي حاجة عشان نوريهم الحاصل، مو الحاصل إنه والله تضخم وداك طار الدولار والاسترليني ركا، لا لا لا، الحاصل الصوفية دي نشروا الشرك، عشان كده العيش بقى ما في. ده الحاصل، شرك الله ما بيغفر اذا زول مات عليه، ما بيغفر ابدا. زول يموت على الشرك الله ما يغفر له ابدا، والجنه عليه حرام، وماواه النار ما يطلع منها ابدا.